ازيكم؟ في الفيديو ده جمعت لكم كل اسامي المناطق والجبال اللي علينا في المنهج. اول منطقة معانا حمام فرعون وعيون حلوان. المنطقتين دول يعتبروا نفرات مياه حارة لانهم متكونين فوق فالق، يعني المياه الجوفية بتكون محبوسة في باطن الارض وفجأة بتلاقي شرخ في الطبقات، فبتطلع منه باقصى سرعة عندها، وبتكون طبعا لانها تحت الارض بتكون سخنة، عشان كده اتسمت نافورات المياه الحارة اللي بتستخدم بعد كده في السياحة العلاجية. بركان فيزوف في إيطاليا وبركان أتنا في صقلية من البراكين متقطعة الثورات، يعني بينفجر أحيانا وبيقعد بعديها أجازة 100 سنة كده ولا حاجة وبعدين ينفجر تاني. أما بركان سترومبلي فده من البراكين مستديمة الثورات، دايما الناس عاملة حسابها ان هو جاهز للانفجار في اي وقت، مجرد ما غرفة المجمى تتملى ينفجر على طول. حديد اسوان البطروخي، وده مثال للصخور الرسوبية كيميائية النشأة اللي من مجموعة الاكاسيت. منطقة بدعة وصورة في جنوب غرب سيناء من المناطق اللي بيستخرج منها الفحم اللي اتكون في العصر الكربوني، يعني من 300 مليون سنة. سفاجة والسبعية ووادي النيل وأبو طرطور من الأماكن اللي بيستخرجوا منها الفوسفات. الأخدود العظيم لنهر كولورادو اللي موجود في أمريكا الشمالية دليل على حدوث الحركات البانية للقارات. بنلاقي فيه طبقات من الرواسب البحرية أفقية وبدون أي تشوه، على الرغم إنها موجودة على ارتفاع 1580 متر فوق سطح البحر. سلاسل جبال الهيمالايا في شمال الهند، وسلاسل جبال أطلس في شمال أفريقيا، وسلاسل جبال الألب في وسط أوروبا، وسلاسل الجبال اللي موجودة في شمال مصر زي جبل قبة المغارة اللي في شمال سيناء، مرورا بمنطقة شبراويت جنوب الإسماعيلية، كمان جبل أبو رواش اللي موجود غرب القاهرة وبيمتد لحد الواحات البحرية في الصحراء الغربية. كل الجبال دي دليل على حدوث الحركة البانية لسلاسل الجبال. غردب المحاريق نوع من أنواع الكثبان المستطيلة، ويمتد المسافة حوالي 300 كيلو متر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، من الواحات البحرية وحتى الواحات الخارجة بالصحراء الغربية. الكثبان الساحلية موجودة ما بين اسكندرية ومرسى مطروح. الشرفات النهرية بقى موجودة في وادي فيران على طريق سانت كاترين، وشلالات نياجرا اللي موجودة ما بين أمريكا وكندا أحد أمثلة مساقط المياه. بحيرة المنزلة وهي أحد أمثلة الألسنة، بحيرة ماريوت وبحيرة إتكو مثال على البحيرات اللي بتنفصل عن البحر لما بيترسب حواجز على مدخل الخلجان، وأخيرا وادي النطرون والبحيرات المالحة اللي فيه واللي بيترسب فيها كربونات الصوديوم والمغنيسيوم. وبكده أنا جمعت لك كل الأسامي والأماكن اللي عليك في المنهج في فيديو واحد. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك، شير لأصحابك عشان غيرك يستفيد، اكتب لي تعليق وقول لي نفسك في ايه تاني اعمله لك في الفيديو الجاي، عشان بهتم جدا بآرائكم. شاكر جدا ليكم، ربنا يوفقكم. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودنا.